غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو الو، سلام ونعمة. ايوه مع حضرتك ابونا اثناسيوس. معاك ابو اهلا بيك، ربي يباركك. معاك ابو مريم من امريكا. ابونا حضرتك ما تعرفنيش، احنا انا قلت اتصل عليك ناخد بركة. يعني انا عندي استفسار بسيط، فيه امكانية لو تكرمت يا فندم. حضرتك بالنسبة يعني الكتاب المقدس بيقول كل الاشياء تحل لي، وكافة الأنبا رفائيل يقول ليس هناك حرام ولا حلال في المعنى. عشان النص حضرتك تعرفني؟ لا مش شرط ان انا اعرفك. الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم على الرجل. عادي، ايه المشكلة انا جبت رقم؟ طبعا عادي جدا، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين. طيب انا اقول لحضرتك، لا انا ما اعرفكش شخصيا، انا مجرد استفسار. كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل. حضرتك انت يعني مشكلة، انا عارف انت عارف انت عارف انت مين، وعارف انت عارف انت بتكلم انا بس هذا ليس هو الشاهد. يسوع بيقول اكرزوا بالانجيل الخليقة كلها. ها؟ ايه المشكلة ما اسألك سؤال؟ امال اسأل مين حضرتك؟ يعني انا عندي استفسار في المسيحية، لا مؤاخذة احترام لسعادتك، اسأل مين؟ قول لي انت وانا مسلم. اصل في ناس يعني عارف عايزه يعني عارف المشاكل ازاي يعني؟ ازاي؟ انت راجل كراجل كاهن وراعي كنيسة المفروض تكون جاهز للكرازة. اللي بيقول كده كتاب المقدس. طب انا طب حضرتك ليه ما اسالكش؟ انت مش راعي كنيسة؟ ايوه انا بسال حضرتك. انا بس ايوه انا بسالك انت ليه؟ طب انت راعي كنيسة ليه حضرتك؟ انت راعي كنيسة وانت غير قادر على الاجابة. انا بسال سعادتك، لو انت غير قادر على الاجابه والكرازه راعي كنيسه، قول لي السؤال تاني. هقول لك السؤال تاني. ممتاز جدا جدا. الكتاب بيقول ايه دلوقتي؟ الرسول بولس بيتكلم عن العلاقه ما بين الرجل وامراه زوجته يعني، فبيقول العمليه بتبقى عمليه تراضي ما بين الطرفين، تراضي ما بين الطرفين. فبيقول الرسول بان يكون على موافقه الى حين، يعني موضوع موافقه. وحضرتك التفسيرات كلها بتقول لا بص 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 ثواني ثواني، الموضوع ده في كورنثوس بيقول عم يا فندم المفروض ممتاز المفروض يبقى في حاله. لا انا ما قلتش خطيه. انا معاك، انا ما اعترضتش. كمل كلامي اتفضل. يبقى الموضوع ما في مشكله ما في مشكله ما في مشكله. لكن بيقول ايه ممتاز. يعني لو واحد طالب جميل انا ما عنديش اي مشكله، انا موافق على الكلام ده. ولو حضرتك تكمل في التفسير بيقول ايه حضرتك؟ اذا اتفق الزوج او الزوج او الزوجه على اي شيء يفعلانه في اطار علاقتهم الجنسيه فان الكتاب المقدس لا يقدم اي سبب يمنعهم عن ذلك. طب حضرتك الوقت طالب بيجتمع معاها في الدبر، اين في الكتاب المقدس يقول حرام كل الاشياء؟ مش حرام، انا بقول لك، انا بقول مش حرام. لا لو ما بتكلمش على الصوم يا فندم، انا بتكلم على العلاقه الزوجيه. انا الكلام ده متفق معاك. العلاقه الزوجيه العلاقه الزوجيه في الصيام يا فندم، انا ما بتكلمش على الصيام، انا بكلم راجل وامراه. راجل عاوز يجتمع وهي موافقه، هي ما عندهاش اي اعتراض. جميل جدا سعاده القمص، انا بكلمك بكل ادب وباحترام. انا لا ما في اي مشكله، انا عارف انت متعود عشان حضرتك اجابتك 100% صح. لما اقول لك يا ابني تبقى خطيه؟ بالعكس انت راجل، بالعكس جدا انت اتكلمت بكل امانه. ابني بعتبرك ابني. انا بشكرك على بس انا اكبر منك في السن احتمال. صدقني صدقني انا ممكن اكون اكبر، صدقني ممكن اكون اكبر منك في السن. طيب مش مشكله انت، انا بالعكس انا مبسوط من حضرتك جدا لان انت راجل صادق مع نفسك وصريح. قلت لا طالما هم متفقين ما فيش حاجه تمنع من الكتاب. طب السؤال الثاني، انا دلوقتي بكلم واحد غير مسيحي، الراجل ده عاوز اقدم له المسيحيه. هذا الرجل لا يؤمن بالكتاب المقدس وما جاء في الكتاب، قد يكون مسلم قد يكون يهودي ملحد، كيف اقنعه بعبادة إنسان؟ طبعا حضرتك تقول هو مش إنسان، لا يسوع بيقول في إنجيل يوحنا 8 أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. كمان بولس بيقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. كمان بيقول أيها الرجال إسرائيل اسمعوا دي الأقوال.
يسوع الناصري رجل قد تبرأ لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنع الله بيديه في وسطكم كما انتم تعلمون. يس. هذا الانسان طبعا كان بياكل ويشرب. تفضلوا يا اخوه الكرام. تفضلوا. سمعت الرد على موضوع اتيان المرأة من الدبر؟ قال لك مش حرام الا لك حرام، مش هم يا ابني متجوزين براحتهم. شفت المسيحية، شفت المسيحية براحتهم. قفل التليفون. هذا الاتصال في وقت لاحق. The mobile you have called is not available at the moment. Please try again later. السلام عليكم ورحمة الله. أتحدى أي واحد مسيحي يأتي بنص يحرم العلاقة ما بين الرجل وامرأته في الدبر. أتحدى. كان معانا لواء مباشرة الآن القمص أثناسيوس من كنيسة دميانا. القمص أثناسيوس كنيسة دميانة. القمص أثناسيوس تبع الطائفة الأرثوذكسية العبطية. القمص أثناسيوس راعي كنيسة دميانة. القس أثناسيوس زكي راعي كنيسة القديسة دميانة بالبراري بالقاس الدائلية. هذا الرجل معروف جدا وليه عزات كثيرة جدا على الإنترنت. أثناسيوس زكي. الرجل قال بكل صراحة مفيش حرام، وكلامه صح يا أخوة كرام. كلامه صح إزاي؟ الانجيل لا يمنع هذا الكلام، بقول لك طالما يا ابني متفقين ما فيش مشكله. خلاص. لا في مشكله. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله. الله أكبر تكبير كل تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره. جل قدره. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.